السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنكمل في كورس Computer and Network Security. النهاردة هنتكلم على Other Public Key Crypto System. احنا كنا خدنا Public Key Cryptography, اتكلمنا عليها وقلنا ان Public Key Cryptography بيبقى عندنا اتنين keys لكل واحد. Private Key بيخليه عنده ما بيدوش لحد, و Public Key الناس كلها ما فيش مشكلة ان هي تعرفه, بينكريبت بواحد من الاثنين وبيديكريبت بالتاني. وشفنا ان انا لو عايز احصل على confidentiality فانا بانكريبت بالpublic key بتاع destination, بحيث هو بس اللي هيعرف يفك الحاجة الانكريبتد ديت عن طريق الprivate key اللي معاه. ولو انا عايز احصل على authentication فبالتالي انا بانكريبت بالprivate key بتاعي, بحيث كده هوت الناس كلها تبقى متأكدة ان انا عملت عملية الانكريبشن ديت, مش حد تاني هيعرفوا يعملوا verification للكلام ده عن طريق public key بتاعي, وهو ده متاح ليهم. هيبقوا متأكدين ان محدش يقدر ينكريبت بالprivate key بتاعي غيري, وده هيديهم authentication. ولو انا عايز confidentiality authentication فشوفنا ان انا هحتاج اعمل ايه, اتنين encryption. وبعد كده اخدنا مثال لpublic key cryptography, تمام, اللي هي الـ RSA. كنا قلنا ان قبل الـ RSA دي ما تتعمل كان ديفي وهيلمان قلنا وعملوا لنا اول تكنيك ان ممكن واحد يعمل انكريبشن او يعمل اوبريشن وعكسها باستخدام تو كيز مش وان كي. فده اللي هنبدا نتكلم فيه النهارده. اول حاجه هناخد ذا ديفي هيلمان كي اكسشينج. ديفي وهيلمان الاثنين دول عملوا algorithm, اول public key algorithm عن طريقه نقدر نعمل key exchange. وفي number of commercial products they employ this key exchange technique, بيستخدموه. الهدف منه ان احنا we want to exchange keys. مش معقوله لما اقول لك انا عايز كلمه سر بيني وبينك اخدك الصحراء عشان اقول لك كلمه السر ايه هي. لو انا عايز اتكلم معاك and I want to use السيكريت, اتفقنا ان public key حاجه زي ال RSA مش هتقدر تعمل بيها انكريبشن لكل الداتا اللي عندك, لكل الفايل الكبير اللي انت عايز تبعته مثلا. ليه؟ عشان هتاخد وقت طويل, عشان عمليه الاكسبوننشيشن مكلفه. فاتفقنا ان السيمتريك انكريبشن هي دي اللي هقدر استخدمها عشان سريعه, وان public key cryptography كنا بنستخدمها عشان اعمل انكريبشن لشويه صغيره من الداتا. ممكن مثلا تكون عايز تانكريبت كلمه السر نفسها. فانا وانت هنتكلم مع بعض عن طريق سيمتريك انكريبشن. في الاول خالص محتاجين نتفق على كلمه سر. كلمه سر ديت لما هنتفق عليها هنستخدمها يوزنج سيمتريك انكريبشن. ازاي اخبي بقى كلمه السر دوت؟ ممكن نستخدم public key encryption عشان كده. Diffie-Hellman key exchange اللي هدف منه we want to share that symmetric key. But the purpose is to enable two users to securely exchange a key. ممكن بعد كده key دوت can be used for subsequent symmetric encryption of messages. كلمة exchange a key, أنا عايز أديك password, تمام, بتتاكد ان دي الباسورد اللي احنا هنتكلم منها احنا الاثنين, محدش تاني يحصل على الباسورد كلمه السر اللي هنستخدمها بعد كده. بكره عايز تيجي تتكلم تاني معايا فاكيد هيبقى نفسك ان انت تتكلم بكلمه سر جديده مش نفس كلمه السر بتاعت النهارده, عشان لو كلمه سر النهارده ديت حد عرف يعمل لها بريكنج ويحصل عليها ما تبقاش كل سبسيكوينت كوميونيكيشن ما بيننا اتضربت. يا ريت كل session نعمل exchanging للكي. يا ريت كل مره نبدا نتكلم مع بعض نسميها session, والسيشن دي يبقى ليها كلمه سر مخصوصه ليها. في بدايه السيشن نبدا نتعرف على بعض واقول لك انا فلان وعايز اتكلم معاك, تمام, واقول لك كلمه السر النهارده جزر. بكره اجي اتكلم معاك اقول لك انا فلان وعايز اتكلم معاك كلمه السر بطيخ. يبقى كل مرة كل سيشن هتفق معاك على كلمة سر. ازاي تتأكد ان كلمة السر ديت انا وانت بس
اللي نعرفها من غير ما اخدك الصحراء عشان اقولها لك. The key exchange algorithm ده الهدف منه. ف the algorithm itself is limited to the exchange of the secret values. كلمة السر فقط. بيعتمد الالجوريثم دوت على مسألة صعبة. لو عرفنا نحلها يبقى الالجوريثم ده زي قلته. المسألة الصعبة ديت هو ان احنا هل نقدر نحسب the discrete logarithm ولا لا. كنا شفنا مع بعض لما درسنا the second part of the number theory, تاني جزء من chapter 2, كنا شفنا مع بعض ال problem بتاعة exponentiation وال inverse بتاعها اللي هو كان discrete logarithm, وشفنا ان دي مسألة صعبة. Diffie-Hellman Key Exchange بيقول ايه؟ نفترض ان عندنا Alice وباب they want to exchange keys. هيبقى عندنا شوية parameters متعارف عليها, هما الاثنين عارفينها, ممكن تبقى shared among many people, ممكن تبقى في بداية الكلام ابعتها لك واقول لك بص الparameters ديت كده هوت, احنا هنكمل عن طريق parameters ديت, parameters دي هنستخدمها وما في عندناش مشكلة ان الناس تعرفها. Alice and Bob they share a prime number q ونمبر تاني alpha that's primitive root of q. alpha هيبقى اصغر من q وprimitive root لي. شفنا كلمة primitive root دي معناها ايه؟ معناها ان الرقم دوت لما تقعد تعمله exponentiation عدد من المرات مش هيوصل للواحد الا في الاخر خالص لو نفتكر الجدول بتاعنا, غير لما تعمله exponentiation to the power q minus 1, تعمله exponentiation لأي قيمة أصغر من q minus 1 مش هيحصل يدي لك value 1. Alice هتgenerate a private key ليها أصغر من q, وباب هيعمل نفس الكلام, he will generate a private key لي xb برضو أصغر من q, يبقى xa ده ال private key بتاع Alice, باب هيgenerate xb. الخطوات اللي أليس بتعملها سيمتريك للخطوات اللي بوب بيعملها, كل واحد فيهم بيجنريت برايفت كي في الأول, بعد كده كل واحد بيحسب البابليك كي بتاعه اللي هو إيه؟ إن هو بيشوف الألفا بيرفعها to the power البرايفت كي بتاعه, وطبعاً بيستخدم modular arithmetic mod q. فالبابليك كي بتاع أليس هيبقى ألفا to the power البرايفت كي بتاعها mod q. بوب بيعمل نفس الحكاية, بيحسب البابليك كي بتاعه بأن هو بياخد ألفا and he raises it للباور البرايفت كي بتاعه XB, وبرضو بيستخدم modular arithmetic mod Q. يبقى كل واحد اختار private key بتاعه وراح يحسب منه البابليك كي بأنه عمل raising لexponentiation. بعد كده كل واحد فيهم they exchanged the public key, وده public key مفيش مشكلة ان اي حد يعرفه, راحوا مدينه وبعتوه لبعض in plain text كل الناس تقدر تسمعه. كل واحد راح يحسب السيمتريك key, the shared key اللي هم عايزين يستخدموه بعد كده في السيمتريك encryption, بان هو رفع public key بتاع الطرف الثاني لل to the power private key بتاعه. بوب عمل نفس الحكاية, أخذ البابليك كي بتاع أليس اللي جاله وعمله ريزنج للباور البرايفت كي بتاعه, وبرضه بيستخدم مودولر أريثماتيك. يبقى كل واحد رفع البابليك كي بتاع الطرف الثاني to the power البرايفت كي بتاعه. والمفروض إن أنا لما أعمل كده ولما الديستنيشن كمان يعمل كده إحنا الاثنين نحصل على شيرد كي, the same shared key. طب يا ترى هو انا لما ارفع البابليك كي بتاع الطرف الثاني للباور برايفت كي بتاعي هحصل على ايه؟ البابليك كي بتاع البرايفت الثاني عباره عن الفا تو ذا باور البرايفت كي بتاعه. لما ارفعها ثاني للبرايفت كي بتاعي يبقى كده هو القيمه دي هتبقى عباره عن الفا تو ذا باور حاصل ضرب ذا تو برايفت كيز. الطرفين هيبقى عندهم كده هوت, الطرفين هيبقى عندهم الفا تو ذا باور حاصل ضرب الاثنين برايفت كيز. فالاثنين فعلا بالحسبايه ديت هيحصلوا على نفس الفاليو. طيب هل حد يقدر يعكس العمليه ديت؟ لو حد, لو انا قدرت اعرف القيمه ديت كام, هل اقدر اعرف البرايفت كي بتاع باب؟ انا كل اللي عندي البابليك كي بتاع باب جاي لي بلين تكست,
هل اقدر احسب منه البرايفت كي بتاعه؟ ما اقدرش اعمل كده الا لو جبت الانفرس بتاع الاوبريشن ديت. الانفرس بتاع الاكسبوننشيشن از ذا ديسكريت لوجاريتم. It's a difficult problem, وهو دوت اللي بيمد الالجوريثم بالسيكوريتي بتاعته. وبالتالي ديفي هيلمان ادولنا اول طريقه كانت ان انا ممكن استخدم تو كيز، واحد اقوله للناس والتاني ما اقولوش لحد، ونقدر ايه نحصل على شيرد كي. كان بريك ثرو، كان حاجه جديده خالص. كان كل التكنيكس اللي قبل كده كانت سيمتريك انكريبشن، ما كانش في حاجه اسمها اتنين كيز. جابوا لنا حل لحته هاو تو اكسشينج ذا كيز. هل الالجوريزم زي ما شرحته كده هوت از ات سكيور؟ للاسف. تعالوا نتفرج الالجوريزم دوت ايه اللي بيحصل فيه. اول حاجه بنقول users they could create random private public Diffie-Hellman keys each time they communicate. في الاول خالص ممكن جنريت البرايفت كي وابدا اتكلم معاك، او ان انا اعمل الكلام ده اوف لاين من قبل ما ابدا اتكلم معاك. ممكن انا احسب البرايفت كي بتاعي واعلن البابليك كي، تمام، in a directory. I could create a known private public key and I can publish it in a directory. اخلي البابليك كي بتاعي اقوله للناس عليه. المشكله ان الالجوريثم زي ما اتشرح دلوقتي it's vulnerable to man in the middle attack. تعالوا نتفرج على الاتاك دوت. أليس وباب. أليس عايزة تبعت لباب، حسبت اختارت البرايفت كي وحسبت منه البابليك كي بنفس طريقة ديفي هيلمان. وبعد كده هوت بعتت البابليك كي دوت لباب. بس قبل ما المسج دي توصل لباب، دارث عمل انترسبشن للكوميونيكيشن وسحب المسج دي من النتورك. المسج ديت عمرها ما وصلت لباب. المسج ديت اللي فيها البابليك كي بتاع أليس، دارث اخذها وراح دارث عمل حاجتين. هي انيشيتد اتنين كيز، راح اختار اتنين برايفت كيز له وحسب منهم اتنين public keys. واحد منه هيبعته لأليس والتاني هيبعته لباب. راح اختار اتنين private keys لي وحسب منه اتنين public keys بنفس الالفا والكيو المشتركين عند كل الناس، وراح بعت البابليك كي بتاعه لأليس، وواحد والبابليك كي التاني بعته لباب. لما بعت البابليك كي لأليس، أليس اعتقدت إن باب هو اللي بعته لها رداً على المسج اللي هي بعتتها، وهتحسب منه السيكريت كي بإنها she will raise الكي اللي جالها to the power البرايفت كي بتاعها، ويبقى ده السيكريت كي. دارث البابليك كي بتاع أليس اللي بعت عمل له raising للبرايفت كي بتاعه and that's the secret key اللي بينه وبين أليس. حصل شيرينج لسيكريت كي بدل ما بين أليس وباب، بقى شيرد كي بين أليس ودارث. المسج اللي دارث بعتها لباب كان البابليك كي التاني بتاعه. باب مش شايف مين بعت له، لقى مسج جايه له مكتوب فيها أنا أليس عايز أتكلم معاك، مع ان المسج دي جايه من دارث. انا أليس عايز اتكلم معاك وادي البابليك كي بتاعي. راح باب عمل ايه؟ راح اختار برايفت كي وحسب منه البابليك كي بديفي هيلمان، وراح بعته للعنوان اللي جات له المسج منه. هو معتقد انه بيتكلم مع أليس، حسب السيكريت كي من خلال البابليك كي اللي جاله، عمل له ريزنج للباور برايفت كي بتاعه، وبقى ده سيكريت كي هيستخدمه بعد كده. دارث لما جاله البابليك كي بتاع باب، عمل له ريزنج للباور برايفت كي بتاعه،
وبدا شيرد كي بينه وبين باب. بقى دارس قاعد في النص ما بين أليس وباب. أليس هتتكلم بعد كده معتقدة انها بتتكلم مع باب، بينما اللي بيسمع منها وحيرد بعد كده وحيعرف يفك الرسائل عن طريق الشيرد كي ما بينهم هو دارس. أليس تقول له صباح الخير معتقدة انها بتكلم باب، دارس هيرد عليها يقول لها صباح النور. ممكن في نفس الوقت دارس يبعت المسج انكريبتد بالشيرد كي بينه وبين باب، يقول لباب صباح الخير فبوب يقول له صباح النور. ممكن دارس كل الكوميونيكيشن من أليس يعمل لها فوروردينج لباب، يفكها بالشيرد كي، يعرف محتواها، يعمل لها انكريبشن with the other shared key ويبعتها لباب. باب يرد، دارس يفك الرسالة يقراها، يعمل لها encryption with the other shared key ويبعتها لأليس. دارس وقاعد في النص، man in the middle, attack. وبكده ديفي هيلمان ما بقاش شغال. بس انت بتقول لنا ان ديفي هيلمان ما زال موجود لغاية دلوقتي في بعض في بعض الابليكيشنز. اقول لك اه، مشكلة ديفي هيلمان زي ما هو مشروح كده هوت ان دارس لما اخذ الرسالة من أليس او لما بعت الرسالة لأليس هنا هوت، أليس ما تعرفش هو مين بيبعت لها. حل المان ان ذا ميدل اتاك ان احنا we need to authenticate the keys. The keys need to be authenticated. هنتكلم على الاوثنتيكيشن later on. نبقى عارفين ان احنا ممكن نستخدم public key certificates. certificates دي هي اللي تقول لي لما حد يقول لي ده البرايفت كي بتاعي، هل اصدقه ان ده البرايفت كي؟ لما حد يقول لي ده البابليك كي بتاعي، اصدقه ان ده البابليك كي بتاعه ولا ما صدقوش؟ using certificates دوت هيحل لي المشكله ديت. هنقدر نعمل authentication ونتاكد انا بتكلم مع مين. فده اول algorithm اخذناه مع بعض، ديفي هيلمان كي اكسشينج algorithm، كان عرضة المان ان ذا ميدل اتاك. حلو ان احنا نعمل اوثنتيكيشن للمسج، لما دارس يبعت لباب يقول له انا أليس وده البابليك كي بتاعي، هل ينفع حد يعمل كده؟ هل ينفع اي حد يقول يدعي ان هو أليس ويبعت بابليك كي والناس تستخدمه على اساس ان دوت البابليك كي بتاع أليس؟ مش المفروض. علشان كده لازم أليس، لازم المسج لما أليس حد يبعت لباب يقول له انا أليس، لازم باب يكون متاكد ان هو فعلا أليس. ودي الاوبريشن اللي احنا سميناها اوثنتيكيشن، ومهمه جدا الاوثنتيكيشن ديت ان هي تتعمل. هناخد الجوريزم تاني مع بعض، الجمل كريبتوغرافي. الجمل كريبتوغرافي announced سنة 84 عن طريق طاهر الجمل. طاهر الجمل اتولد في مصر، كان شغال في ستانفورد، يعتبر the father of SSL. SSL ديت هناخدها بعد كده هوت لما نتكلم على transport layer security. كان شغال وقتها في Netscape وبنى سيستمز كتيرة جدا هي اللي بنت عليها دلوقتي السيكوريتي بتاعت الانترنت. public key scheme برضو based على discrete logarithm problem، قريبة من ديفي هيلمان تكنيك. cryptography بتاعت الجمل used in digital signature standard، ومستخدمة كمان عشان تقدر تعمل securing للإيميل بتاعك اللي هو الإيميل standard S-MIME. تقدر تعمل إيميل وتقدر تأتاتش فيه حاجات ما هياش بس ASCII، تقدر تأتاتش أوديو فيديو and so on. إزاي تقدر تعمل إنكريبشن لحاجة زي كده هوت. الجمل كريبتوغرافي Global Elements برضو عنده a Prime Number Q and another number A اللي هو زي ألفا، that's primitive root of Q.
السكيورتي بتاعت الجامل كريبتوغرافي برضو based on the difficulty of computing the discrete logarithms problem. مشروحة عندنا في الفيجر ديت في التكست بوك الجامل كريبتو سيستم. لو جينا بصينا عليها أول حاجة بيقول لنا we have global public element Q والفا. ال Q that's a prime number والالفا ديت رقم أصغر منها وبرضو primitive root of Q. أليس هتختار private key وهتحسب منه ال public key. هتختار private key أصغر من Q minus 1. هتحسب YA اللي هو هيكون public key بتاعها بنفس الطريقة بتاع Diffie-Hellman إنها هتعمل raising alpha to the power ال private key بتاعه modular mod Q برضو modular arithmetic. ويبقى هو دوت ال public key. ال public key هتبقى ال YA والالفا والكيو دول هيبقوا شيرد بين الاثنين global public elements. ما عندناش مشكلة إن الناس كلها تعرفهم. ممكن في بداية السيشن أبعت لك الكيو والألفا وبعد كده أبعت لك البابليك كي بتاعي البرايفت كي اكس اي هخليه عندي برايفت مش هقول عليه لحد. فاحنا شفنا الجلوبال بابليك إلمنت وشفنا الكي جنريشن. فاضل لنا نشوف ازاي نقدر نعمل انكريبشن وازاي نقدر نعمل ديكريبشن. لو أليس عايزة تحصل على كونفيدنشياليتي, لو باب عايز يبعت لأليس ويحصل على confidentiality, فباب هينكريبت باستخدام أليس public key. البلين تكست هيبقى عبارة عن بلوك قيمته أصغر من Q. هيختار some random integer K مش هيقول عليه الحد. هيحسب function من الكي ديت اللي هي K capital بأنه بيرفع public key بتاع أليس to the power K. وهيحسب قيمتين والقيمتين دول C1 وC2 هيكونوا السايفر تكست بتاع المسج M. أول حاجة C1 هيبقى عبارة عن إيه؟ هيريز ألفا to the power K اللي هو استخدمه دوت mod Q. الجزء الثاني من السايفر تكست هيضرب الK في الM عملية ضرب عادية. يبقى أنا لو عندي C2 كل اللي أنا محتاجه عشان to retrieve M إن أنا أجيب المultiplicative inverse بتاع K. وهو ده فعلا البلين تكست. لما أليس تحب الديكريبت المسج اللي جاي لها عن طريق البرايفت كي هتجيب المسج إزاي؟ هتجيب C2 وهتضربها في المultiplicative inverse بتاع K. كابتل K اللي أليس هتحتاجه عشان تجيب المultiplicative inverse بتاعه ما هواش مبعوث. كابتل K هقدر أحصل عليه إزاي؟ أليس هتقدر تحسبه. أليس هيبقى عندها C1 that's part of the cipher text عبارة عن function of K عبارة عن alpha raised to the power K small K. إحنا عندنا كابتل K اللي أنا عايز أستخدمها وأجيب المultiplicative inverse بتاعها عبارة عن public key بتاع أليس raised to K to small k. عايزين نجيب منه capital K. أليس هتقدر تحسب capital K ده ازاي؟ أليس حسبته بان هي جابت C1 اللي مبعوت لها اول جزء في السايفر تكست عملت له raising للprivate key بتاعها وبس. هي عندها الprivate key بتاعها جابت C1 ورفعته ل XA. هل فعلا لو C1 رفعناه ل XA هيدلنا K؟ لو كده هو يبقى أليس جابت ال K وهتجيب المultiplicative inverse وبسهولة هتعمل عملية ضرب وتفك المسج. لو أنا عندي C1 ورفعته ل XA, لو أنا عندي C1 ورفعته to the power XA كأن بالضبط عندي ألفا raised to the power K times XA. كأن عندي ألفا raised to the power ال private key بتاع أليس times K. هل الكلام ده بيساوي capital K؟ تعالوا نبص مع بعض.
لو بصينا على كابيتال كي هنلاقيها عباره عن البابليك كي بتاع اليس اللي هو البرايفت الفا ريز تو ذا باور البرايفت كي بتاعها يعني الفا ريز تو ذا باور اكس اي وبعد كده حد ريز تو ذا باور سمول كي معنى كده الفا ريز تو ذا باور سمول كي تايمز البرايفت كي بتاعها ودوت اللي هيديني نفس القيمه يبقى فعلا if I raise C1 to the power of private key بتاع Alice هيديني the capital K. هل من خلال رؤيتي لل C1 فقط أقدر أحصل على ال K؟ هقول لك محتاج تحسب discrete logarithm من غير ما يكون معاك discrete logarithm مش هتقدر تحسب small K. لو معاك سمول كي هتقدر تجيب كابيتال كي بسهوله لان عندك البابليك كي بتاع اليس ما عندكش سمول كي مش هتقدر تحسب الكابيتال كي ده بالنسبه لاي واحد كريبتاناليست اي واحد بيحاول يتصنت ايفز دروبينج على اللينك بيحاول يتصنت عشان يعرف قدر يحصل على السايفر تكست قدر يحصل على بابليك كي دوت ما يأهلهوش ان هو يقدر يحسب منه الكابيتال كي. فبكده هوت بقى عندنا اتنين الجوريزم هنبص هنا هنلاقي الاتنين الجوريزمز دول مختلفين عن بعض. طريقة حساب الانكريبشن تختلف عن طريقة حساب الديكريبشن. دي تختلف عن الطريقة بتاعت RSA مثلا. RSA كانت نفس الطريقة كان نفس الالجوريزم كان نفس الفانكشن you just raise to an exponent. كان عندك message you raise it to some power يديك cipher text cipher text you raise it to another power يديك plain text بينما هنا المعادلات نفسها مختلفة فاحنا النهاردة اتكلمنا على Diffie-Hellman Key Exchange Protocol وقلنا ان دوت هيقدر نحصل على Key Exchange فقط محتاجين يحصل authentication للidentities بتاع الاثنين اللي بيتكلموا مع بعض عن طريق وليكن Digital Certificates وبعد كده اتكلمنا على الجمل كريبتو سيستم وشوفنا ازاي المعادلات بتاعته شغالة هل دول بس Other Public Key Crypto System فPublic Key Encryption ما هوش بس RSA لا ده في منه أنواع مختلفة شوفنا منهم اتنين واحد استخدمناه for Key Exchange والتاني استخدمناه عشان نعمل Encryption أو في نوع تاني برضو للطاهر بس مش فور مش الجمل انكريبشن لا ده الجمل ديجيتال سيجنتشر موجود برضو هل في طرق تانية؟ في طرق تانية في الكتاب جزء جاي بعد كده بس مش هندرسه خلال الكورس دوت عباره عن اليبتيك كيرف اريثماتيك اليبتيك كيرف انكريبشن او اليبتيك كيرف كريبتوغرافي تمام ده بره السكوب بتاع الكورس بتاعنا طريقة تانية برضو بيست فيها شوية number theory حلوين وبرضو public key encryption ميزتها ان الكي بتاعه صغير so the principal attraction of the elliptic curve cryptography it offers equal security لحاجة زي ال RSA ولكن مش محتاج كي كبير زي ال RSA المرة اللي فاتت قلت لكم في ال RSA يا جماعة ال 1024 دي ما تكفيش بيقول لك 2048 انا بقول لك استخدم ال 4096 هنوقف كده في الشابتر دوت شكرا ليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته